بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، بعد ساعات على الزلزال المدمر، لبنان يهب لمساعدة سوريا، فهل تكسر المأساة حاجز الجليد السياسي بين البلدين؟ مع الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية سمير الحسن بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.